نحن هنا في مخيم عين الحلوة في عدد تعداد السكان هو يعتبر الأكبر على مستوى المخيمات الفلسطينية خارج فلسطين، علما أنه يوجد داخل فلسطين مخيمات، لكن مخيمات الشتات هو المخيم الأكبر والمخيم الذي يحمل العبء السكاني الأكبر، يعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني. عدد سكانه بحدود 80,000 نسمة موجودة. نعيش حالة من الهدوء كما ذكرت لك، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية متمثلة بمخابرات الجيش اللبناني. نحن على توثيق دائم ووثيق ومستمر، وإن شاء الله دائما على الأفضل. نتعاون بشكل مستمر، نحن دائما كنا وما زلنا نساهم بتسليم المطلوبين الذين يلجؤون إلى مخيم عين الحلوة، أو من يقومون بأي جرائم خارج نطاق عين الحلوة، أو حتى الذي أي جريمة تعتبر عين الحلوة مركز المحاسبة القانونية هي عند الدولة اللبنانية. يوصف يعني كما تعلمون يوصف المخيم هنا بأنه الأخطر. نعم. ضمن المخيمات. نعم. ما الأسباب وكيف تتعاطون يعني معها؟ مخيم عين الحلوة مرق بمراحل كثيرة، سمي بهذا الاسم حيث كان العمليات الإرهابية موجودة داخل لبنان وخارج لبنان وعدة مناطق. هناك أشخاص تؤيد بعض الأفكار ولا تقوم بعمل إرهابية وصمت بهذه الصفة نتيجة اعتناق لهذه الأفكار. كم شخص تقريبا مطلوب هنا؟ نحن في مخيم الحلوة لدينا عدد من المطلوبين يعتبر بحدود 300 شخص. حوالي 90% من المطلوبين هم مطلوبين نتيجة إطلاق نار بالهواء. هناك 10% من المطلوبين قد يكون لهم هم متهمون وليس مدانون، قد يكون لهم يد في بعض الأعمال. يعني نوعية الاتهامات إيه؟ تتعلق بالإرهاب. إجراءاتكم أنتوا بقى إزاء 300 شخص دول إيه؟ تعرفكم معهم إزاي يعني؟ نحن أناس واقعيون، نحن على الأرض موجودون. أي مطلوب يكون موجود أمامنا يتم تسليمه للدولة اللبنانية. لكن أحيانا هناك يكون لا أريد أن أقول عدم قدرة، لكن التعامل واقعي مع الموضوع لئلا يكون هناك تداعيات أكبر من ما يجري مع التعامل مع أي مطلوب. يعني ما يعني لا تجروا عمليات بحث عن المطلوبين طالما أنهم لا يمثلون تهديد خطر. بالضبط بالضبط بالضبط. بده يكون بترتيب بالوقت معهم بالوقت. لا اكيد لا، نحن نتفق مع اي احد مطلوب. اذا كيف هو تضمنون هو السلامة؟ هو يتوارى المطلوب. المطلوب مطلوب طالما هو متوارى عن انظار ونحن لا نراه، ليس لدينا عنه اي اخبار، وهو لا يقوم باي اعمال، علما انهم جزء كبير منهم هم من النسيج الفلسطيني الموجود. يعني قد يكون تورط ببعض الافكار الغير صحيحه كما قلنا، او هدامه، او العمل الامني الموجود بمخيم عين الحلوه والغطاء الشرعي الموجود للقوه الفلسطينيه المشتركه بمخيم عين الحلوه، مغطاه من جميع الفصائل الفلسطينيه التي تتشكل منها فصائل العمل الوطني الفلسطيني، منظمه التحرير الفلسطينيه، والتحالف الفلسطيني والقوى الإسلامية، تغطي هذه القوى المشتركة للتعامل مع أي حالة إرهاب موجودة أو أي خلل أمني موجود. وكان لنا تجارب في الأشهر الماضية مع هذا الأمر، جرى عمليات قتل، جمع عمليات اشتباكات داخلية، وتم توقيف المطلوبين وتسليم الدولة اللبنانية. بمخيم عين الحلوة كما يعلم الجميع لم يعد هناك أي مربعات أمنية ينتشر فيها أي حدا. نحن في الأيام الماضية أو في الأشهر الماضية كان لنا تجربة مع مؤسسة سويسرية تقوم بعمل مع محامين لبنانيين موجودين لحل معظم تلك المشاكل الموجودة، خاصة مشاكل إطلاق النار الموجودة. تم تسليم أسماء لهذه المؤسسة السويسرية وتم تسليمها للدولة اللبنانية للعمل معها وتسليم المطلوبين بشكل طوعي وحل مشاكلهم الموجودة. سيكون أول ما نصل إلى فلسطين زراعة أرزة من أرزات لبنان داخل القدس الشريف إن شاء الله رب العالمين، وإن شاء الله تكون قريبة جدا. تحديات العمل اللي أنتم بتواجهوها داخل المخيم هنا؟ هناك تحديات كثيرة، هناك طرق تعامل مع السكان، مع النوعيات البشرية الموجودة من الكبير للصغير للمتعلم للجاهل. المخيم لم يستقبل أي من المطلوبين الجدد، أي من المطلوبين من خارج النسيج الفلسطيني، أي مطلوب من خارج لبنان يأتي لهنا مخيم عين الحلوة. هناك إشاعات كثيرة تقوم عليه،
اتهامات ممكن المشاركة بالتفجير أو تخطيط أو تمويل. هناك وضع أليم بالنسبة للفلسطيني، الفلسطيني لا يعمل في 72 مهنة داخل لبنان. الفلسطيني مطلوب منه أن يكون لديه إجازة عمل في أي مهنة حتى لو كان عامل نفايات. الفلسطيني غير مؤهل أن يكون موظف في أي شركة. الفلسطيني محروم من عدة أشياء داخل لبنان، محروم من التملك. يكفي هذا. نحن لدينا في هذه السنة نتيجة وباء الكورونا مشكلة في التعليم. هناك الكثير مطلوبين سلموا خلال فترة الأعوام الماضية. بفترة عام تقريبا أنا استلمت مهامي داخل مخيم عين الهلوة، تم تسليم حوالي 13 مطلوبا. قدرت تعتبر منتشر هنا داخل المخيم؟ لأن دخلنا مخيمات تانية فيها يعني المخدرات موجودة، نحن نعمل عليها بشكل كبير. يعني نحاول أن نعالج من هو مريض في آفة المخدرات كمريض في هذه الآفة، ونحاول اعتقال ونعتقل المروجين والبائعين لهذه. طبعا تصاعدية خاصة مع الجيل الجديد نتيجة قلة الأعمال، نتيجة وقف الأحوال، نتيجة قلة الماديات. في هذا الإطار يخول لكم سلطات ان انتم تستخدموا السلاح، انا اقصد كقوة أمنية لحفظ الأمن هنا؟ في حال اضطرارنا استخدام السلاح نعم نستخدم السلاح للتعاون مع المطلوبين وتسليم الدول اللبنانية. بشكر حضرتك.